خوتي انا دابا جيت المرجان شال اللون البنفسجي زاهي يا خوتي، ودابا جيت وكنتسنى في الزيرو جي، قلت لي جيني قلت لها نتسناك تماك ولكن مازال ما جاش. انت يلا تسنى انت. 2000 years later. ها راه خوتي راه هو راه هو، بغيت ندير لكم الزوم. المهم راه هو راه ملي تيبان شوف غنشد فيه مزيان نقول له انا جيت راه جوج دقائق فهمتي، وغادي نقول له راه جيت نص ساعه عادي باش جيت. لا لا غير بشويه، لا غير بشويه، علاش لاز الزربان بشويه عليك تمشي. اول مره وتحرك وتحرك اشنو اول مره ديرها زوينه وتجيب كري ورا نص ساعه ساعه وانا مريح كنتسنى فيك هنايا، ساعه وانا كنتسنى هنايا. اول مره في حياتك اش اول مره في حياتي؟ واش كتسنى بالخير شو خوتي خلاه هنايا كنتسنى فيه انا كاع دوك الحوايج اللي تعطلتي فيهم. زيد هو زيد الله يعطيك الجبه غادي نمشي. اجي 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 وخليك كاد وخليك كاد فين اللون البنفسجي فين وجي يجيب لك حل واش غادي ندير اللون يوكب اللون الاسود تشارا نشوف تشارا الحرا زوينه دلم تشارا خويا واحد لاكاد ديال انوي الله يحفظك شمنيتك بنفسجي اصاحبي هو واش غتاكلو غتاكلو تاكلو انت لا هرسهم هرسهم باش نفطروا باش نتغداو عاوزتو. المهم اخوتي هنا كاين بزاف بزاف د الحوايج، هنا كاين غنديروا الحوايج اللي فيهم فطور والحوايج اللي غادي نخليهم للعشاء والغدا غنتقداو، الغدا بوحدو نتقداو بوحدو. دابا مثلا هاد الماركه ولا هاد الماركه لعبوا لهم زين برك لعبوا زين مو ما كاينش غادي ما كاينش خسرعوا الثاني انا وباش ندي انا كلشي بطبيعه الحال كيف ما العاده. اشنو راه بالحامض شتي خوتي يلاه شتها انا فاس والله ما شتها خوتي كريم دانون بنكهات الزيرو هاي مكتوبه بنكهات فرونسي اون فرونسي لو زيرو دو لو غو دو زيرو. المهم اخوتي قبل ما نبداو ما تنساوش واحد واحد لايك فقط وين سبسكرايب وغتلقاو انستغرامات واحد جينيراتي جا واحد جيب فين هو واحد الانستغرام ها واحد الانستغرام الانستغرام الاخر ها هو خوتي تاعنا البنفسجي ها هو اوكي بنفسجي الزرو حامض ها كيف ما ديما والله هانتوما غتشوفوا شكون اللي احسن هذا ولا هذا لا فاش غير حدايا غتشوفوا المهم اخويا دابا اول حاجه غنبداو بالفطور هو الاول صافي واش الفطور واش ثلاثه جوج واحد ليتس جو فريكس هاي اللي خوتي هي العشاء هي الشيبس تاعي غدا مازال ما جبناش هذا غتبقى مفاجاه زوينه غنحاول نديرو كذا ما كنشوف فيه عندي واحد غدا خوتي اصلا كل واحد غيجيب ديالو يجيب غدا ها مفاجاه انا فاجئكم الزرو ما يفاجئكمش زين قطعتك شكون اخوتي زوين هذا ولا هذا دابا هذا ما عرفتش شكون زوين صراحه ولكن بلاتي هذا فيه شويه الفريز هذا فيه الحامض لا 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 بالصحة ولدي بالصحة حامض وانا عندي هذا دابا غنلعبوا على هذا كاين بيمو كاين ميرندينا ميرندينا بقا تقول الشركات ما تبقاش الكوبي رايت تبقاش تقول ميديرا و ميديرا كل سميت الشركة ميديرا زين بوم لا علاش بدي بلاتي بلاتي هذا كثير وهكا هذا ناخذ هذا واخا هذا خوتي هذا راه غالي بياسة ولكن ناخذ هذا هذا طب وخا ناخذ هذا بيان زاهي هذا هو عطيه الشكلا هذا ديال الحامض مشكل هذا ديال الحامض ما كنقلق الحامض راه بدا غيجيك عادي التقيين ديالكم شكون عنده الفطور زوين غنديروا التقيين ديالكم في الفطور وفي الغداء وفي العشاء يعني ديما نقولوا تصوتوا شكون اللي احسن بعدا في الفطور بين واش انا عندي هذا فيه الفريز وهذا فيه فيه شكلاط هو عنده قال لي هذا كيكه وهذا خشب داير بحال الخشب حامض اخوتي حامض صافي ما عمرك اللي شتي عصير الحامض ما عمرك حامض اصاحبي حامض اي دوك يلا واعر راه شوف حيت هذا واعر غيكفو عليا مع القرار لا دوك والله اخوتي ما نكذب عليكم شويه دابا خوتي هو يطلق الكرونو الكرونو الغدا نديرو فيه شحال 5 دقائق الفطور فيه 2 دقائق اخوتي تسالي الكرونو جمع واخا ما تاكل والو صافي دابا النهار كامل بلاتي الفطور فيه 2 دقائق الغدا فيه 5 دقائق العشاء غتكون فيه 3 دقائق 4 دقائق شويه 10 دقائق عندك في حياتك كامل النهار كله باش تاكل انت واش تبع عقلك واحد جوج ثلاثه باش تجيب طلق الكرونو خوتي الفطور فيه جوج دقائق بسم الله ديما كنديرها في اي فيديو في اي تحدي في مكان يا هذا خو عزيز علي بحال هكا شوفها بغيت نديرها وديجا اصلا كنديرها ولكن هذه ما كنتخاف بغيت نديرها مازال ما تسيدي
ما معقولش هادشي زيدنا دقيقة دقيقة خويا دقيقة ما كاينش اش قلنا جوج دقائق صافي يحبس ما كاينش صافي تجي في الدانون وانت ضرب جوج دانون شكون بحالك جوج ميرندينات هو ضرب جوج دانونات وجوج ميرندينات انا ضرب يلاه دانون ونص واحد بيهم وقاعد ضربت لها واحد دابا المهم كل واحد غيمشي بوحدو غيمشي يتقضى الغدا ديالو انا بطبيعة الحال عندي واحد الفكرة واعرة هو ما عرفش شنو غيتقضى شندير كندير الملحوظه صافي مايمكنش نخرج معاك اش عيبط وبلاش بلاتي واش عيبط الله واش كل مره جيتك عاد كتفكر انت الحل ولا راه فاش كندير يوم كامل خصك ضروري راه يوم كامل خصك ضروري يومين كنبدلوه مع صاحبي انا واش نخليهم يموتوا ولكن يومين واش كيولا واش تي ما كيبانش راه هادشي في النهار هادشي في النهار خصك كل ساعه تبدل لهم الماء صاحبي بحال دابا انت مثلا فاش كنتي صغير مثلا كنت ممكن تبدل لك ليكوش وراه كنت بحال كنبدل لهم ليكوش لا كنديرها كدير في حوايجك عارفين اخوتي عارفين تحدي خويا شرب الماء بينك هات البلاد بينك لك هات خيخي تحدي شحال راه 200 درهم بلاتي راه 200 درهم فين مصطامين فين مصطامين والله الربع ديالو والنص ديالو ها يا اخوتي 100 درهم يلاه سير سير ميزانك انا براسي حلب بالله 100 درهم شوف وصلوا لهنا وصلوا لهنا واش قلتي الشغل غادي نشرب ها بسم الله يلا ربي يدير داكشي اللي نضمنها ولا انت تشرب لي رشفه انت اللي ما فيكش ثقه يلا سير صافي كتشرب الريكورد سير وحال سير واش تبي مني تكون تلعب صافي خير انا 100 درهم في الله يعاون سير يلا حركنا صافي نمشي نتقدروا دابا عرفتي شنو عرفتي شنو عرفت الكاميرا ابدا شنو عرفت الكاميرا عرفت الكاميرا سي خويا هاد المثل المستقصير عاوني اول مره خوتي الزيرو غادي يعاوني راه سير دي غير الاجر في هادو بعدا سير راه عجبهم حلقه وناعسين واسمح مشي نعس هذيك راه ماتت سبحان الله ها هو ها هي ها الحجه لاباس لا فايقه فايقه مقلقه مقلقه سير سير سي خويا المسير خويا سير خوتي واحد البلان يلا بغينا نخرجوا صورت واحد ستوري بحال هكا قبل ما نخرجوا نمشيو نجيبوا غدا كندير طق في انستغرام تلقى بحال هكا انا انستغرام مشى ليا خويا قال لك اتسنى واحد 30 جوغ باش يرجع ما فهمتني علاش انا الصراحه خليته البراج ديال واد خالتي كيلعبوا به البارح وخربقوا فيه ما عرفت اش داروا ما فهمتني غالبا غيكون حيدوا لي فالور ولا شحال هذاك زعما حيدوا الفالور يحبسوا لك 30 جوغ اي راه شحال ديجا وقعت شحال بعد 30 جوغ ان شاء الله الا رجع مزيان اخوتي هادشي اللي بغيت ما رجعش نعاود الفالورز من الاول اش قلت لي دابا الفالورز من الاول فرصة هادي واحد الحاجة اللي فينا حنايا اشناهي واخا الحاجة كتمشي لينا كنعاودو ازر وعاود ثاني شفت القناة الأولى فيها 100K وعاود القناة الثانية عاود عاودنا بدا فيها خير فيها خير فيها خير غير انت فاش ندير نعاود انا ازيرو قول لي الفولورز اللي عندك يجيو عندي تعرفني حياكم الله سخوت الوالدي المهم اخوتي انا هو غدايا ها هو غدايا افتح 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 المفاجأة اخوتي الله إلا مفاجأة واعرة بالله افتح 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 شتي الروينه همبرغر بنفساجي مال ها اخوتي همبرغر مول راه يدي كاع تكرصات بعدا باش نصبغ كلشي وي صبغت يدي الزرق من بنفساجي لوها زمر انا كيقرب التريكو ديالك بحال بحال قريب لوها باش ندير الفوكس عليه المهم اخوتي المهم حاول تصبغو بيدي باش يبان بنفساجي المهم وانت ديالك بنفساجي وريني غداك افتح ودابا ربي هذا غدا بنفساجي دابا هذا واش غندير واقيت بنفساجي كلشي ماشي شغلي المهم اخويا دابا توضو هذا ماشي بنفساجي وكاين شكون يقرب بنفساجي هذا ولا هذا لا هو قريب هذا ها هذا بعيد شويه هذا بعيد مازال بعيد جاي في الطريق جاي في الطريق باغا هي ما هو علاش صبغ هذا ولكن عرفت وصبغها لا النكهه غتكون ديك النكهه اللي هنا غتجي لهنايا غتخسر لي هذا الله باش ديرها باش ديرها في المناطه زعما المناطه هانيه سير نجربو كي غتجي المهم اخوتي واحد الاختراع غيديروا الزيرو دابا جاب واحد الملون كي قلبتها قالت سيق هادشي كامل ديالك هادي لا جرفت ديالك شنو تلعب ما بغيتش الملون ما بغيتوش بيقول منينك افتح بعدا وفيه واحد الريحه زوينه صراحه اي صافي شربوا ديال الملون شوف شرب الملون تا هو في مخ خلطو يلا سير شوي شوف ما ديرش بزاف باش نجرب دير غير شويه اكثر شي سير خوي اي كخشي معلق هذا بنفساجي والله الا كتبوا البنفساجي شوف قريب ليه هذا راه غوز واحد ما داكينش ماشي داك هذا بني فاتح زيد زيد مزيان زيد مزيان ها انت زيد زيد دابا مزيان في فراسك لا اللي خايف انه تبدل الطعمه هو غتبدل الطعمه طبيعه الحال هذا راه فيه مذاق اش بان لك واعر
واعر لا هو ملي واعر هك ندير ليه سنة هذا مشروب الزيرو فات خاصك انت هاد الطعم يكون صفر باش دير ديال الحامض دي واحد الحاجه جا عيان باش ما تقول درت تحل بالله حيت ما حد ما كندوب ندوق بغيت ندوق بغيت ندوق حيت ندوق و لا 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 تقعد ديها انت خلفته ديها انت يلا شنو عمر عليا بالغوص ما شحال شحال زوينه شويه عرفتي علاش لان هي حامضه عندها واحد النكهه ديال الحموضيه فاش تزيد الحلوه ترونات المهم دوك اخوتي هامبرغر البنفسج ازرق المهم بنفسجي ازرق بنفسجي انا غندوق بيتزا بيتزا ويش ليمونيه ليمونيه واش من ليمون ما ليمونيه ما والو صفراء كيف ما هي اي شوف خوتي بلا حبيب جديد بسم الله اش كاين الزرق اقرب للاخضر لا حيت الهامبرغر الخضر اصفر اصلا هو اصفر داكشي علاش دوك اخوتي اش كيبان جديد كاين حنا غندوق شي بيمو ماشي كاع غنبرقد هذا لا خصنا من السخف خصنا حمرها هذه الملويات هادو فيهم عندك هذا الشكل نكهه حلوه حلو هو معاه صراحة تقول صراحة ما نخبيش عليك وباش تخلبت وتكرفصت ها حتى انا لا 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 اصبر لي البنات تقول في بالي ما يمكنش جماعه بدي واحد حاجه بلا هذا شوف الكاميرا زعما يا شوف الكاميرا خوتي نوريك واحد حاجه ما خا اخو اشنو ديها فمو زعما لا 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 فمو زرق فمو زرق وزرق ثاني زرق عاد ضبطي ضغمه ضرب ديها تن بنفسجي شوف ما زعما تخرجنا لسانا المهم اخوتي ماشي كامل شوج شتو هادشي بوس بوس نعمه الله بوس نعمه الله هاي نعمه الله ها شتي هذاك لا العكر لا 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 سير اخوت غندير مع التحدي وكي بشرط بشرط على حيت الطبقة الفوقانية انا عامرة صباغة ما يمكنش ناخذ الصباغة كاملة يلاه سير غنمشي للسبيطار ملاش هادو خوتي الطبقة الفوقانية واو هو تسنى واو ضربتي نصو المهم واخا تبقى الفوقانية راه عامرة صباغة بزاف بزاف غنحيدها انا عامرة صباغة حلوة حلوة واحد الدرجة بزاف لا فين فاش اول مرة ناكل همبرغر من الوسط شو شو اللي خسر غيكون معلقة ديال هذا وراه فرات غتموت المهم غير خاص دير واحد النقطة بشوية لا دابا اللي خسر غيضرب هذا يا راسي يموت وكي انت راه عمرت خلينا نضرب نص ترى ضرب نص ديال هذاك اصاحبي شي نص ديال تحيدو ايه سبقني خسر محتو اضرب الملوين الله صاد ضرب الملوين المهم خوتي اول مره غادي نمشي للسبيطار لايف مباشره باش تشوف الله تقدرني ما عيطتي ماشي كنت كندير هذا وانت اللي بغيتي زيد خوتي عيط ضرب الملوين هاو كتشوفوا باش نعاود جوج تخم كفحوا حلف امك اولدي حلف امك مع حلف امك خوتي الزر غيضرب الملوين في لاند حط المنظر في المو جيب لك جيب لك بيتزا واش دايره هكا بيتزا الحمد لله بحال هكا 6 7 هذا الفيديو اخوتي قديم في القناه الاولى شوف الزور كيفاش كان ها مكة اش تبان لكم مزيان ولا لا ها مكة ها انا هشام يلا اللي اخذ الفيديو امتى هذا في رمضان شوف الزور هذا الزكا انت دابا سولتي وجاوبتي في نفس الوقت عشاء وانا كنتفرج العشاء وكنتفرجوا بغيتي انت هذه صافي انا خوتي برينجلز لا 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 بغيتها فتحتيها صبر فتحتيها قلتي غنديرو بزاف مباح وكيف فتحتيها لا حتى باش تشوف انت لا صافي خوتي انا عندي برينجلز هو عنده اش سميتي كوريتوس ترد فتح الدفران صباغ الدفران ندير بحال دوك اش سميتو بلاتي ندق دوق دوق صافي بنين عجبك خوتي انا عندي برينجلز دوق هذا دوق دوق صافي وحي وانت انت اللي زدت ندير بغيت نقول لهم صبروا نديروا نحبسوا الفيديو نديروا الزيت من بعد ولكن انت سبقتي بعض المرات اللي الانسان كيزيد يديك مو سخينه صاحبي
والصباغه عرفتي الصباغه والله الا ثبت عمرنا كيهضروا شويه ويه عمرنا صباغه بهذه فتح ما خاوي لا ما خاويش فتحتي سيدوق شكون اللي احسن برجوله دوق هذاك يا بي يا بي كل هذا يا بي كل هذا دادي يا بي يا بي كل هذا قول كنتسناو بلاتي نعندو ورا غتكملوا كامل غير قال نعاود ندوق حيت خوتي بعدا انايا جا فيا زهري اي ولت الاخرين انت ديال هي زاهيه المهم اخوتي اللي عزري برينغز قبل لي كومونتير ويعجب عيب كورنيكوس هو والله هذا ما نعرفش مال ما بيش ممكن زوين والله زوين ما بيش عرفتي بلغه بهاد بلغه دابا هادشي كلشي ماشي ما خصحوش ديك البلغه غير قاصحه مصدر الشاف مكا مصدر الشاف مكا ندوز نود دقه واش يعطيه هاي فين هي هاي لاش واحد جوج ثلاثه شوفوا البلغه غتجي هنا في الرقبه هادي اللي خصها تما هاي انا اقول لك اخو عيسى ماشي فيها التحدي ها هي با العز انا اخو عيسى ماشي قاسم ساك تحس ما كاش ديال الشعك هكا شوف لا العرض من فوق عرفتي الله الا بال انا غير كيسان ديال الماء انت سطو الله الا بزاف شكر في صعيب صراحه غادي نردها لك اول حاجه اشنو اول حاجه حوايجكم وخلاو تما ديال باش حوايج العزاء حوايج العزاء والعراض اخوتي بزاف المهم اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو كنا بنوريكم شحال من حاجه طبيعه الحال نوريكم الصح فين وصل بغيت حتى واحد السوني قال لي واش زعما واش بديتي كتصور في كذا بحال هكا باش نقادو المهم يلا قادين نزليش كنا بغينا نطلعوا لكم كلشي ولكن ترولنا واحد شويه مع الانستغرام مشى تخرج ما ترولنا واحد شويه المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نطلعوا وعندو واحد البيكره صراحه زوينه المهم اخوتي ما تنساوش واحد لايك لا سلوموش انا صافي سلوموش تصرو المهم اخوتي واحد لايك سبسكرايب ترحم اصلا وزاهي اخوتي ليتس جو